مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وحياكم الله في نشرة الأخبار لهذا اليوم نقدمها لكم من قناة الظفرة، فأهلا بكم. أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بصفته حاكما لإمارة أبو ظبي قانونا بشأن دار زايد لرعاية الأسرية، ونص القانون على أن يكون للدار الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري والأهلية القانونية الكاملة للتصرف وتتبع ديوان سمو ولي العهد. وبموجب هذا القانون تحل دار زايد لرعاية الأسرية محل دار زايد للرعاية الشاملة التي كانت تتبع مؤسسة زايد العليا لرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وتؤول إليها كافة الحقوق والالتزامات، كما وتهدف الدار إلى توفير الحماية للأطفال المشمولين برعايتها من خلال تأمين بيئة أسرية مناسبة وتوفير رعاية صحية ونفسية واجتماعية وترفيهية وتعليمية لهم، وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية والتشريعات المعمول بها. وتنفيذا لأحكام القانون، أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي قرارا بتشكيل مجلس إدارة دار زايد للرعاية الأسرية من أصحاب السعادة والسادة سيف أحمد محمد ماجد المهيري رئيسا، ومحمد إبراهيم محمود محمد المحمود عضوا، ومبارك سعيد الشامسي عضوا، وحمد بن خيرات العامري عضوا، وفهد مطر سالم بن سعيد النيادي أيضا عضوا. أمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة بإنشاء مركز بحثي تشخيصي علاجي لأمراض السكري والغدد الصماء وطب النانو والسرطان، مزود بأحدث أنواع الأجهزة والتكنولوجيا الخاصة بهذه المجالات، ويتم تعيين أيضا طاقما طبيا متكاملا لإدارته. أكد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان رئيس مجلس أمناء جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا أن مسيرة التعليم العالي في دولة الإمارات العربية المتحدة باتت تتبوأ مكانة مرموقة على مستوى العالم وفق أعلى المعايير الدولية، وهي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تسعى دوما إلى بناء الإنسان الواعي المتسلح بالعلم والثقافة. جاء ذلك خلال حضور سموه حفل تخريج طلبة جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا الدفعة 24 منذ انطلاقة الجامعة، والتي حملت شعار دفعة عام الابتكار، وذلك بمركز الشيخ زايد للمؤتمرات والمعارض بمقر الجامعة، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، والشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل الحاكم للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، إضافة إلى معالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري، وعدد من الشيوخ وأعضاء مجلس أمناء الجامعة ورؤساء ومدراء الدوائر الحكومية ومدراء الجامعات بالدولة وعمداء الكليات والأساتذة وأعيان ووجهاء البلاد وأولياء أمور الطلبة الخريجين وضيوف الجامعة من كبار الشخصيات والمسؤولين. أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أن السياحة تعتبر طريقة وأسلوبا لتعريف الناس والشعوب بكيفية التعايش. وقال سموه خلال حضوره اليوم حفل اليوم العالمي للسياحة الذي نظمته هيئة تنمية وتطوير السياحة برأس الخيمة بالتعاون مع المجلس الوطني للسياحة والآثار تحت شعار مليار سائح مليار فرصة، التي أطلقته منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة. إن دولة الإمارات استطاعت تحقيق قفزات نوعية وكبيرة في القطاع السياحي بفضل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، ما أسهم في جعلها وجهة مستهدفة لشريحة كبيرة من السياح والزوار من مختلف بلدان ودول العالم. أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس النادي الأهلي بالدعم المتواصل الذي يوليه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للرياضة والرياضيين في الدولة، ما أسهم وساهم في تحقيق العديد من الإنجازات التي ترفع من شأن الإمارات في المحافل الرياضية والقارية والعالمية. وتوجه سمو ولي عهد دبي بالتهنئة إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رعاه الله
الله وإلى الشعب الإماراتي بمناسبة تأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا لأول مرة في تاريخه. هذا وعبر عن شكره لسموه على رعايته للقطاع الرياضي بكافة مكوناته، ما كان له أكبر الأثر في تعزيز تواجد الفرق الإماراتية خلال المنافسات الرياضية ودعم حظوظها في تحقيق النجاحات التي تضاف إلى رصيد الدولة الرياضي. في الشأن الخارجي، استقبل فخامة محمد ولد عبد العزيز رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية الشقيقة مساء أمس في نواكشوط سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والوفد المرافق له. ونقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة الرئيس الموريتاني وتمنياتهم لفخامته والشعب الموريتاني الشقيق دوام التقدم والرخاء. هذا وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، كما تم تبادل وجهات النظر حول المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية. وفي الإطار ذاته، استقبل معالي يحيى ولد حدمين رئيس وزراء الجمهورية الإسلامية الموريتانية في نواكشوط سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية. ونقل سموه خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى رئيس الوزراء الموريتاني الذي حمله تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتمنياته لدولة الإمارات المزيد من التقدم والازدهار. وفي هذا الصدد، أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان خلال اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وموريتانيا وحرص قيادتي البلدين على تفعيل هذه العلاقات وتطويرها وتوسيع وتعميق قنوات التعاون الثنائي بين الجانبين، متمنيا سموه لموريتانيا وشعبها دوام التقدم والازدهار. هذا ووقع دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية الإسلامية الموريتانية مساء أمس اتفاقيتين بشأن تجنب الازدواج الضريبي وحماية وتشجيع الاستثمار بين البلدين. وقع الاتفاقية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية فيما وقعها من جانب موريتاني معالي حمادي ولد أميمو وزير شؤون الخارجية والتعاون. وكان سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي حمادي ولد أميمو قد استعرضا خلال لقائهما في نواكشوط العلاقات التي تربط دولة الإمارات وموريتانيا وسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين الشقيقين، وذلك في إطار حرص قيادتي البلدين على ترسيخ وتنمية هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. اختتمت القيادة العامة لشرطة دبي فعاليات مشاركاتها في معرض جايتكس 2015، حيث أطلقت للجمهور والزوار مجموعة من أحدث التطبيقات الذكية على مدار 5 أيام، وأعلنت بدء استعداداتها للمشاركة في المعرض العام المقبل. هذا وقد زار سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان وسعادة الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا الدائمة للأمن الداخلي بوزارة الداخلية على كل على حدة منصة شرطة دبي في معرض جايتكس 2015، واطلعوا على أحدث الخدمات الذكية التي تقدمها القوة إلى أفراد الجمهور. أشادت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة عضو اللجنة الوطنية العليا المنظمة لمعرض إكسبو دبي 2020 ومدير عام معرض إكسبو دبي بالتنظيم الرائع الذي حققته مدينة ميلانو الإيطالية
لمعرض إكسبو ميلانو 2015، ووجهت معاليها التهنئة إلى الجمهورية الإيطالية ومدينة ميلانو وإلى الشعب الإيطالي على النجاح المبهر لهذا المعرض الدولي في دورته الحالية، والذي شارك فيه أكثر من 150 دولة من دول العالم بأجنحتها الوطنية، إلى جانب المنظمات الدولية الكبرى والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وكبرى الشركات والمؤسسات الدولية. كما وحيت الهاشمي في كلمتها الجمهورية الإيطالية ومدينة ميلانو والشعب الإيطالي قائلة: ممتازة يا ميلانو. في إطار برنامج زيارة سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية الشقيقة، وضع سعادته حجر الأساس لتطوير شارع الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مدينة شرم الشيخ المصرية، الذي يعد من أكبر الشوارع وأهمها في المدينة، حيث يبلغ طوله نحو 7 كيلومترات. كما وضع سعادة الدكتور جمال سند السويدي حجر الأساس لاستكمال مجمع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للصداقة والثقافة الإماراتية المصرية، والذي يضم أيضا مكتبة تشمل أحدث الإصدارات العلمية العملية المتخصصة التي تفيد الباحثين والدارسين إضافة إلى المهتمين. كرم معالي صابر حسين شوداري رئيس الاتحاد الدولي سعادة راشد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي بمناسبة انتهاء تمثيله للمجموعة العربية في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، والتي امتدت 8 سنوات. جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية في اجتماعات الجمعية 133 للاتحاد البرلماني الدولي في جنيف، فيما أثنى رئيس الاتحاد البرلماني الدولي على تمثيل الشريقي للمجموعة العربية، مشيرا إلى أنه قام بعمل هام خلال فترة تمثيله للمجموعة. وقد أشار سعادة راشد الشريقي عضو المجلس الوطني الاتحادي في معرض حديثه على هامش القمة: تشرفنا كذلك بأن يكون أول رئيس منتخب للاتحاد البرلماني شباب من دولة الإمارات. كذلك هناك كثير من الاقتراحات التي تقدمت بها الدولة من خلال الشعبة البرلمانية الإماراتية في اللجنة التنفيذية كممثل للمجموعة العربية، منها ما يتعلق بالنظام الداخلي للاتحاد، ومنها ما يتعلق بعمل مكاتب لجان، ومنها ما يتعلق باعتماد التقارير، حيث أدخل كثير من آليات وضوابط الحوكمة في هذه التقارير الدولية التي تهدف إلى إعطاء مزيد من المشاركة للبرلمانات في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، وعكس الصورة الذهنية لما تقوم به هذه الدول على المستوى العالمي. على الصعيد الداخلي، تستعد هيئة الهلال الأحمر الإماراتي مبكرا لتلبية مستلزمات الأسر المحتاجة خارج الدولة من الملابس الشتوية والبطانيات والأغطية، وتوفير مستلزمات الإيواء والمساعدات الإنسانية، والوصول للأماكن النائية التي يستهدفها الهلال بتقديم الدعم الإنساني والإغاثي، إضافة إلى تحسين أوضاع اللاجئين الإنسانية خلال فصل الشتاء القادم، حيث جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده قطاع شؤون المساعدات الدولية بهيئة الهلال الأحمر الإماراتي اليوم لبحث احتياجات اللاجئين والأسر المحتاجة خارج الدولة، والذين يستهدفهم الهلال الأحمر بعطائه الإنساني ووضع خطط إغاثية لتوفير مواد الإغاثة المتنوعة وتكثيف جهوده الإنسانية استعدادا لموسم الشتاء القادم، وذلك للتخفيف من معاناة اللاجئين والنازحين والأسر الضعيفة في العديد من دول العالم. في الشأن الاقتصادي، كشف مركز الإحصاء في أبوظبي النتائج النهائية والكاملة للمسوح الاقتصادية، والتي يتم من خلالها حساب الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية والمؤشرات الاقتصادية الرئيسة لإمارة أبوظبي لعام 2014. الزميلة شيماء الشمري والتفاصيل في سياق التقرير التالي. بحسب بيانات مركز الإحصاء في العاصمة أبوظبي، أشارت المعطيات التفصيلية إلى أن هناك نمواً كبيراً في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية النفطية وغير النفطية بالأسعار الجارية والثابتة أيضاً، حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للإمارة
960 مليارا و100 مليون درهم لعام 2014، مقارنة مع 931 مليارا و800 مليون درهم لعام 2013، ليكون قد تضاعف أكثر من 5 أضعاف منذ بداية العقد الماضي، مرتفعاً ب 177 ملياراً و800 مليون درهم عام 2001. فإن قيمة المضافة لنشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية بلغت 489 ملياراً و67 مليون درهم خلال عام 2014، مقارنة مع 511 ملياراً و 93 مليون درهم عام 2013، لتتراجع نسبة مساهمة هذا النشاط بحوالي 7.3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014، حيث انخفضت نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 54.9% في عام 2013 إلى 50.9% في عام 2014، وهو ما يعني انخفاضاً ملحوظاً في اعتماد اقتصاد الإمارة على الصناعات الاستخراجية. وأضاف المركز أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية بناءً على النتائج النهائية للمسوحة الاقتصادية الميدانية والبيانات الإدارية بلغ 471 مليار ومليون درهم في عام 2014، بالمقارنة مع 420 مليارا وسبعة ملايين درهم في عام 2013، وبمعدل نمو سنوي بلغ حوالي 12%. ويمثل الاستثمار أهمية بالغة في الدفع بالحركة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة الإنتاجية. وخلال الفترة الماضية قامت إمارة أبوظبي بوضع العديد من خطط وبرامج للتنمية الشاملة من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية، حيث عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تسهل تعزيز النشاط الاقتصادي بصفة عامة وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية، حيث تميزت مسارة التنمية الاقتصادية في العاصمة أبوظبي خلال الأعوام الماضية بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية. والآن إلى نظرة سريعة على إغلاقات الأسواق المالية الإماراتية في نهاية تعاملاتها لهذا اليوم، لنتابع. والآن في نظرة سريعة إلى درجات الحرارة العظمى والصغرى موزعة على مدن دولة الإمارات لهذا اليوم. مشاهدينا الكرام، أود التنويه هنا اليوم خاصة بأن الكثير في دولة الإمارات العربية المتحدة كان يتحدث حول عاشوراء وتاسوعاء، ولكن مركز الإفتاء قبل قليل أعلن بأن
في المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف عن فتوى جاء فيها أنه طالما ثبت بالطرق الشرعية أن يوم الخميس الموافق 15 من شهر أكتوبر لعام 2015 هو غرة محرم، فعليه يجب أن يكون السبت الموافق 24 من أكتوبر من عام 2015 الجاري هو العاشر من محرم. فإذا في هذا التنويه من وزارة أو المركز الرسمي للإفتاء التابع للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، يجب أن نتبع هذه المعلومات الصحيحة وليست المغلوطة حسب ما ينشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا الإخبارية، وللمزيد يرجى التفضل بمتابعتنا عبر مواقع قناة الضفرة وهو الضفرة دوت تي في، وكذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب وتويتر والفيسبوك. نشكركم على كرم وطيب المتابعة، نترككم في أمان الله وإجازة أسبوع سعيدة.